وينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الإعلامي المصري معتز مطر. أحييك أستاذ معتز. السيسي ببساطة شديدة بيقول على القنوات المسيئة، أنتم بالتأكيد هو يقصد يعني في القلب قناة الشرق وغيرها، أن أنتم ما تعرفوش ربنا وبالتالي بتقولوا كلام ما يرضيش ربنا عن مصر والدولة المصرية والنظام المصري. إيه رأيك؟ أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك وتحياتي للأستاذ العزيز أستاذ سليم عزوز ولكل مشاهدينك. عايز أقول لك أنه هذا الجزء تحديدا من خطاب السيسي النهاردة هو الجزء الوحيد اللي بيتكلم فيه مع الشعب. باقي الحوار الذي دار واللي شرفت وسعدت بحوار حضرتك فيه منذ قليل واللي بتستعرضوه، في تقدير المتواضع لم يكن الخطاب للشعب. الشعب ليس حاضرا إطلاقا في حزبة السيسي، الشعب ليه القتل والإخفاء القسري والسجون. الحوار دائر بين السيسي والأجهزة الأمنية النهاردة في كل خطابه. تلك الأجهزة الأمنية مش عارف اللي أنا بقوله لك تعتبره سر أو تعتبره معلومة، خذوا كيفما شئت، لكن خطاب السيسي موجه أجهزة أمنية كانت رفعت ثلاث تقارير رفعت فيهم الإشارة الحمراء أن الوضع شديد الخطورة نتيجة تهجير آلاف من المصريين اللي تهدد بيوتهم وعدم إيجاد مسكن بديل أو تعويض مناسب. أيضا الغرامات التي فرضت لأسباب واهية، أصل الترخيص كان فيه، أصل أنت العمارة ناقصة ورقة، فهذه الغرامات اللي اضطرت ليها الدولة نتيجة وقف التمويل للإمارات السعودي نتيجة الجائحة والوضع الاقتصادي الصعب اللي حضراتكم كلكم عارفين. نتيجة هذا التقرير الأجهزة الأمنية رفعت تقارير أن الوضع خطر جدا. ضف إلى ذلك أنه سبق تقرير من الأجهزة الأمنية كانت بترفض به بشدة، ويمكن حضراتكم تحدثتوا عنه وتحدثنا عنه، بخصوص اتفاقية اليونان، وقالوا له أن دي فيها تفريط شديد جدا. والسلطات التركية حقيقة على كل المستويات تحدثت عن هذا الحوار الدائر بين المخابرات المصرية والتركية بخصوص هذا. السيسي كان يوجه حديثه للأجهزة الأمنية، وحتى لما قال لو مش عايزيني أمشي أيضا كان يتحدث للأجهزة الأمنية، اللي هو قال لهم رسالتين واضحين، اللي مش هيكمل معايا مش هيكون رجالة، واللي لو مش عايزيني أمشي. لم يكن الحديث للشعب، وعلى ذكر ده الشعب قال له مش عايزينك امشي، ردوا بهاشتاج مدفوع تويتر تقدر تعرفه بمنتهى السهولة، الهاشتاج اللي معمول للسيسي لا عايزينك افضل ده هاشتاج مدفوع لأنه معلوش عدد الأرقام المشاركة فيه، لما بتدفع الهاشتاج ما بيظهرش عليه رقم المشاركين. نعود للرسالة الوحيدة اللي كان بيخاطب بها الشعب، وهو محاولته لتخوين أو تكفير القنوات الأخرى التي تتحدث في الحقيقة. هذا النظام، هذا المشهد يكاد يكون متماثل مع مشهد انتخابات مجلس الشيوخ لا مؤاخذه اللي حصلت القريبه للاستفتاء، واللي يوسف حسين طلع قال لك كانوا فاكريننا مش هنكمل ال 5%. هذا النظام لا يعترف بالارقام، 54 مليون لم يحضروا هذا الاستفتاء، رساله واضحه جدا. ايضا النظام لا يعترف بارقام، انه عندما ياتي المساء بفضل الله وحده وبفضل ثم بفضل الحقيقة تدور كل مؤشرات التلفزيونات لهذه القنوات التي يصفها بأنها لا تعرف الله وبتعمل كل شيء غلط. الشعب يتابع تلك القنوات. يعني أستاذ معتز، المتابعة دايما مش لازم تكون مؤشر أساسي ورئيسي على فكرة أن هنا الصح وهنا الخطأ، لكن هو البعض بيقولوا أنتوا قاعدين في تركيا مش حاسين بحجم الإنجازات اللي حصل في مصر، وطول النهار مش شايفين غير من خلال مرآة سودة مصر، وبتسيئوا ليها ولشعبها ولنظامها كما يقول عبد الفتاح السيسي والإعلام المصري ككل. إيه رأيك في الكلام ده؟ مبدئيا إذا لم تكن تستطيع بأكثر من 350 قناة تلفزيونية مصرية سعودية إماراتية أن تعرض الوجه المشرق اللي بتزعم أنه موجود، فأعتقد أن ده فشل ذريع. لا تحدثني حينها، مع احترامي أستاذ أحمد طه مش بتكلم عليك طبعا، لا تحدثني حينها عن أنه أين هي الحقيقة. الناس تذهب للحقيقة، ومش بجاملك لما بقول هو نفس سبب الناس بتذهب للجزيرة زي ما بتذهب للشرق ومكملين وغيرها. لا نمتلك أي شيء بفضل الله غير أنك بتقول الحقيقة أو الأقرب للحقيقة في ظل تكتيم الأفواه. أما في حالة أنكم قاعدين في تركيا ومش شايفين إلا بمنظر أسود، فحقيقة نحن لا ننقل شيء إلا من نبض الشعب. فين الشعب السعيد جدا بتلك الإنجازات حقيقة واللي احنا بنحاول نكتم صوته؟
فين هذه السعادة، وفين هذا التقبل، وفين تلك المعيشة الرغدة التي نتجها لها؟ الحقيقة أنه أن السيسي يشعر بألم شديد شديد، خلينا أقول لك، من تلك القنوات، لأن الحقيقة دائما ما تكون مؤلمة يا أستاذ أحمد. أنت ما بتسمع فكرة التخوين اللي بتوجه لهذه القنوات وللأشخاص العاملين فيها وأنت جزء منها، وأن أنتم ما تعرفوش ربنا، وأن أنتم بتخونوا بلدكم علشان يعني ريالات أو علشان ليرات التركية والدولارات إلى آخره، بماذا تشعر سيد معتز؟ حقيقة تلك الريالات وتلك الدراهم وتلك الليرات الحياة التي تدور بها تلك قنوات المكافحة لا تشكل ميزانية مثلا قناة زي الشرق، لا تشكل مرتب شهر الأستاذ عمرو أديب إذا تحدثنا عن الشراء. ميزانية القناة لا تشكل، وما بقولش سر برضو، مرتب واحد من الجنرالات اللي بينادي عليهم السيسي حقيقة وحوافزه ومكاسبه، لا تشكل إطلاقا ميزانية سنة من تلك القنوات اللي بيتحدثوا عنها، لا تشكل نسبة قطعة أرض واحدة بيحصل عليها أحد هؤلاء. وخليني بس تكرما أذكرك، لما بيتكلم على السر أو بيتكلم على الغلابة اللي هو بيقول لك بتبنوا المساجد على أراضي مسروقة، وهو من لماذا لم تذهب، وهذا التحدي أعلنته من أكثر من 5 سنوات، لماذا لم تذهب لتعطي مثالا للشعب ليستجيب لطريق مصر اسكندرية الصحراوي أو طريق الإسماعيلية أو طريق الشرقية المليء بأراضي منهوبة من الدولة بين جنرالات ومستثمرين حقيقة أثروا ثراء فاحشة نتيجة الأراضي المنهوبة؟ لو ذهب العميل الصهيوني وعصبته لتلك الأراضي وأعادها للدولة حقيقة، وخلى الشعب يشاهد زوجات اللواءات وزوجات رجال الأعمال وهم يبكون على أراضيهم اللي رجعت للدولة، فكان ساعتها الناس البسطاء ما كانش هيبقى ليهم أي قيمة ولا أي مكان. حقيقة على قدر الألم يكون الصراخ، وبفضل الله تلك القنوات اللي رفعت مستوى الوعي. لا يمكن تقارن مستوى الوعي النهارده في 2020 اللي موجود عند الشعوب العربيه باكملها مع مستوى الوعي في 2013. هذه القنوات تسبب الما شديدا، وارجو ان لا يكون هو الالم الوحيد اللي موجود لتلك العصابه. لكن في وجهه نظر اخرى، لا، شايف ان هذه القنوات هي قنوات تحريضيه في الاساس، لا تتمتع باي مصداقيه، ونحن ما بين قنوات تمجد هناك وقنوات أخرى تحرض، ولا ترى الأمور إلا من وجهة نظر بعض أو الدول التي تخرج أو تبث منها، هكذا يقولون. معتز، أنت أدرى مني بهذا الأمر. إذا صح هذا القول حقيقة، فإن تلك قنوات تحريضية وتلك قنوات تقول غير الحقيقة، لم تكن لتشكل ألم، لم تكن ليذكرها عبد الفتاح السيسي ولا تجاهلها تماما ولا اعتبرها نقاط قوة تضاف لعمله الخير حقيقة اللي دايما بيخاف بيه ربنا. حقيقة أنا مش عارف الخوف من ربنا كيف يأتي بالسرقة، سرقة البلاد وسرقة كرسي العرش. هذه القنوات تمتلك تلك الشعبية، تقدر بعد قليل، تقدر ليه دلوقتي حضرتك تقدر على الهواء مباشرة تفتح تكتب كلمة بث مباشر للعالم العربي في الميدل ايست وتشوف اين هي تلك القنوات التي يتجه اليها الشعب. اما على ذكر التحريض، خليني افكرك انه احمد عرابي واحد من اهم الزعماء في تاريخ امتنا المصريه، العيال كانوا بيتزقلوا بالطوب اخر 10 سنين، والاهرام المصريه وصفته في عنوان مثير حقيقه للحزن والالم، انه ليله القبض على العاصي عرابه على العاصي عرابي وابتسم ثغر مصر عشان الإنجليز احتلوها. تلك التعبيرات دائما ما تأتي في الأيام الأخيرة لأنظمة حكم تهاوت بالفعل ويبقى مجرد وقت. آخر سؤال، أنا عارف أن لديك هواء بعد قليل، لكن هل لك علاقة، هذه القنوات لها أي علاقة بالأجهزة، يعني جهاز المخابرات التركي على سبيل المثال، بالأمن التركي والنظام في تركيا بشكل أو بآخر؟ هل هناك تنسيق بينكم وبين هذه الأجهزة كما يدعون في مصر؟ ممكن لو اعتبرت ان في تنسيق تقدر تتخيل انه كان في تنسيق مثلا مع الفارق، مع المسلمين اللي هاجروا للحبشه، مع النجاشي واجهزته الامنيه اللي اوى هؤلاء. تركيا وقلت ده مرارا وتكرارا، الان
تقدر تعتبرها قريبة جدا من الحبشة، والتي آوت ملايين المضطهدين في أوطانهم. القنوات المصرية ليست هي القنوات الوحيدة التي تبث من تركيا. مش عارف، أعتقد أنه مش هيكون غافل على حضرتك ولا على ضيفك العزيز أنه عارفين أنه في قنوات مصرية وسورية وإيرانية وليبية ويمانية طبعا، صحيح، تبث كلها من هنا. زي ما تركيا بتستوعب، ربنا سخرها في هذا التوقيت أن تستوعب أكثر من 5-6 مليون من هؤلاء الذين طردتهم أوطانهم. فحقيقة هذا الحوار ليس له علاقة أبدا بأجهزة المخابرات. وإذا كانت، وبما أنك ذكرت أجهزة المخابرات التركية تحديدا، بشكرك أنك ذكرت ده. خليني أقول لك أنه رئيس الدولة والمتحدث باسم الرئاسة التركية الرئيس أردوغان وإبراهيم كالين ووزير الخارجية تحدثوا بمنتهى الصراحة، ولم يصدر نفي من مصر أن هناك حوار بين المخابرات المصرية والمخابرات التركية، وأن المخابرات المصرية تثمن تماما الخطوات اللي بتقوم بها تركيا في البحر المتوسط على سبيل المثال، ولم تصدر المخابرات المصرية ولا الأجهزة الأمنية نفيا لهذا الكلام. فإذا كان هناك تنسيق من أجهزة المخابرات التركية معنا لا سمح الله، فأعتقد أنه يكون تنسيق جهاز مخابراتي مصري تركي مع مصريين نزعم أننا نصدح بالحقيقة. الإعلامي المصري معتز مطر كنت معي عبر سكايب من اسطنبول، أشكرك شكرا جزيلا. سيد العطيفي، إلا قلق عبد الفتاح السيسي من 3-4 قنوات يعني موجودين في الخارج قدام، يعني لا أريد أن أقول مئات القنوات لكن عشرات القنوات على الأقل المصرية وغير المصرية التي لا ترى إلا الجوانب الإيجابية من وجهة نظرك، من وجهة نظرهم فيما يحدث في مصر وفي عبد الفتاح السيسي. أنا أرى أن المشكلة أو ما أراد أن يقوله الرئيس عبد الفتاح السيسي هو كم وجه جزء منه إلى سجناء الوعي في القنوات التي تقف ولا ترى الواقع على أرض مصر، وأيضا يشجع القنوات المصرية، لأن القنوات المصرية وأنا أرى أن هذا الرجل يعمل ولا يجد خلف الإعلام المصري حتى، لأن الإعلام المصري كان يجب أن يسبق خطابه، وفي حالات عديدة ما يتم من مراحل بناء في مصر يجب أن لا يتحدث عليها الرئيس. يا سيد العطيفي، أنت افتح بس تلفزيون على أي قناة مصرية تلاقي ليل ونهار بتتكلم عن إنجازات عبد الفتاح السيسي، فين بس أن هم مش معاه ولا في ظهره؟ يعني ما هو يعني هناك هذه المشروعات التي تتم. ماذا تعرف أنت عن مثلا العلمين الجديد؟ العلمين الجديد النهاردة أعرف كتير عن العلمين الجديدة، وهي مش معمولة للغلابة ولا لبسطاء الناس، بملايين ملايين الجنيهات، وزي ما بيقولوا أستاذ سليم فيها قصر معروف للسيسي وفيها يعني المقر الصيفي للحكومة المصرية، والناس مش لاقية. هكذا هي دي العلمين. حضرتك عارف حاجة عن العلمين احنا ما نعرفهاش غير كده؟ أيوة أنا أعرف. قول. أنت ما تعرفش. أنا أعرف إن في تريليونات موجودة على الأرض، تعالوا روحوا اتفرجوا بقى. هو ده دور الإعلام كله. انت بتشوفها، انت مش شايفها، انت الساحل الشمالي قد الخليج بتاعك ده كله. طيب خليك معي يا استاذ العطيفي، اعتقد الاستاذ سليم عزيز ممكن يكون ليه راي اخر في موضوع الاعلام. اهتمام السيسي الكبير بالقنوات الفضائيه الخارجيه او ما تسمى بقنوات المعارضه، لماذا؟ شوف، انا لا اعمل في هذه القنوات الخارجيه، لكن استطيع ان اقول شهاده لله انه هذه القنوات نجحت، بدليل انه هذا القلق اللي هو عليه. هذه قنوات فقيره جدا، هم قناتين يعني اللي موجود برضه كم مكملين والشر، وطن ما حدش يعني قوي بيشوفها، انما مكملين والشر، وهو عنده ترسانة من القنوات التلفزيونية، مرتب واحد زي ما قال معتز، مرتب واحد بميزانية، مرتب واحد في شهر بميزانية هذه القنوات في سنة. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، انه ما ينفعش تقول اطلب المخابرات التركية. لو كان المخابرات التركية تستطيع ان تصنع اعلاما ناجحا كان عندهم تي ار تي جعلوا منها جزيرة اخرى، وهذا لم يحدث. نمرة ثلاثة، انت ليه بتشد في نفسك وتتعصب والبتاع؟ ما تفتح المجال لهذه القنوات انها تنزل مصر وتمارس عملها بحرية، ويبقى موضوع الفلوس وموضوع التمويل تحت الرقابة، رقابة الأجهزة المصرية، وخلي الناس كلها تشوف الحقيقة من الأرض المصرية. إنما هتعمل زي الأستاذ العطيفي يقول لك انزل مصر وشوفه بتاعه. أنت أساسا يعني هو مسألة النزول لمصر أساسا مسألة متاحة، وهو ما فيش صحفيين أساسا في مصر دلوقتي في سجن، ما فيش عندنا محمود حسين موجود
في السجن، ما فيش عندنا هشام فؤاد وهو صحفي يساري موجود في السجن، وانت يعني بتتكلم على اي اساس كما اذا كانت الدنيا فيها بتاع. في نقطه مهمه جدا فيما يختص بالمساجد وهو تزنيقه على مساله المساجد والذي منه، وانت بتتكلم على انه اراضي الدوله اللي بنيت عليها المساجد، وعندك واحد فرد واحد بس عامل جمعيه اسمها جمعيه العلمين الشبان واسرهم وغيرهم اسمه توفيق عكاشي واخد 4800 فدان. هو انت بتتكلم على حق الدوله؟ لماذا لم تسترجع هذه الاراضي وهي اراضي مبان حولها يوسف والي الى اراضي مباني؟ لماذا لم تسترجعها للدوله؟ كان في بلاغ قدم فيها في 2018 قدام نيابه الشبرخيط، اين ذهب هذا البلاغ واين موضوع هذه الاراضي؟ هي القصه كلها بقى اتحركت معاك في المساجد. طب ما تشوف الالاف الافدنه اللي اقيمت عليها الاديره. يعني احنا قدام الحقيقه كلام رايح كلام جاي، وبعدين انت بتمارس التكفير الديني لما تقول انتوا ناس ما تعرفوش ربنا. ما ده تكفير، ده راجل بيمارس التكفير الديني، يبقى انت جبت بقى للجماعات الدينيه المتطرفه. شكرا جزيلا الاستاذ سليم عزوز الكاتب الصحفي، كما اشكر ضيفي من لندن محمد العطيف رئيس تحرير صحيفه الشرق تريبيون الالكترونيه. مشاهدينا الكرام، مساء مستمر بعد الفاصل، باقي فقراتنا وفيها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يوقف وزير الداخلية فتح بشاغة عن العمل احتياطيا ويطالب بمثوله للتحقيق أمام المجلس بأجل أقصى 72 ساعة.